احتفت قبيلة تلوى بجماعة سيدي وعزيز بإقليم تارودان بطلبة مدرسة الإمام نافع للتعليم العتيق، بعد أن تمكن 9 منهم من ختم القرآن الكريم، وذلك بتنظيم مسيرة جابت أزيد من 13 دوارا إحياء لهذه العادة الأصيلة. تيشكل لنا واحد التحفيز اللي هو مزيان، وتيشجعنا باش نحفظوا كتاب الله عز وجل وتنزيدوا للقدام، وحفظنا كتاب الله عز وجل في هذا المنطقه عند هاد الناس الله يجزيهم بخير اللي تيقدموا لنا جميع المساعدات. نشكر الجمعيات فرحه بزاف ليله القدر، نشكر سي ابراهيم، نشكر غاد مقامه تلوى، نفرح بزاف غصه ان شاء الله تي غير قدام ان شاء الله للطلبه راه تحفظ القران ان شاء الله. احتفال اعاد لهذه العاده هيبتها وعزز من روح التضامن والتآزر الذي يميز مناطق المغرب من شمالها الى جنوبها وشرقها الى غربها. ثمرة القران هذه هي، وكانت في هذه البلده تلوى كانت قديما، نحن الهدف ديالنا هو نرجعوا نحيوها ان شاء الله من جديد، هذا هو الهدف ديالنا. انطلقت منذ صباح اليوم تقريبا 8 صباحا، عدد الدوائر بتلوى 13 دوارا، والحمد لله راه قريب نكملوا 13 دوار ان شاء الله. عددهم 9، عددهم 9 اللي حفظوا هذا العام، واعمارهم بين 12 و 15 سنه، وعندنا ان شاء الله اقل منهم سنا، قريب ان شاء الله غادي يحفظوا قريبا ان شاء الله الاخرين ان شاء الله. ذكرى ربانيه عظيمه تشجيعا لحفظة كتاب الله عز وجل، وتحفيزا لمن بقي من الأطفال للتوجه للمساجد وتحفيظ كتاب الله عز وجل. فقد أقبرت هذه الذكرى، لا أغالي إذا قلت أنها أقبرت منذ ما يزيد عن 40 سنة، وأهيل عليها تراب النسيان، ولكن بفضل الله عز وجل وتوفيقه وإرادته استطعت قبائل تلوى والدواوير المجاورة لإحياء هذه الذكرى العظيمة. مناسبة امتزجت فيها دموع الفرح وأمل الحفاظ على تقاليدها من طرف الجيل القادم، لما لها من رمزية ودلالات عميقة في المجتمع السوسي.